أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية سعادة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة العربية السعودية أمام المنتدى الإنساني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة الاستجابة الفورية للمملكة لجميع النداءات الإنسانية الدولية واستضافتها للاجئين من مناطق كثيرة وتبرعها السخي في مؤتمر اليمن للمانحين في جنيف بمبلغ 750 مليون دولار. إن المملكة العربية السعودية تعبر عن تقديرها للدور البارز للمنظمات الدولية الإنسانية، وقد استجابت لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، كما استضافت العديد من اللاجئين من مناطق كثيرة وقدمت لهم الخدمات الطبية والتعليمية، ويتم تسميتهم زوارا وفقا لأنظمة المملكة. وخلال العام الحالي فقد تبرعت المملكة بمبلغ 750 مليون دولار في مؤتمر اليمن للمانحين في جنيف، كما أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ 345 مشروعا في اليمن تجاوزت قيمتها الملياري دولار أمريكي بالتعاون مع 80 شريكا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية. واستعرض سعادة المندوب الدائم للمملكة الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة في الساحة الدولية والإقليمية، مشيرا إلى البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين الخدمات الضرورية والأساسية للمواطن اليمني. كما أن المركز لديه برامج لإعادة وتأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، وكذلك أنشأ مركزا للأطراف الصناعية في مأرب وعدن. كما أن المملكة أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تنموية تهدف لمساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، ووصلت مشاريعه حتى الآن إلى 68 مشروعا تشمل 7 قطاعات. يشكل المنتدى الإنساني الذي ينظمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في قصر الأمم المتحدة بجنيف تجمعا حكوميا يجمع بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمناقشة الاحتياجات الإنسانية وكيفية الاستجابة بشكل أسرع وأفضل لحالات الطوارئ وسهولة انسياب المعونة الإنسانية الدولية. الدور الإنساني المتميز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية جعلها في مقدمة الدول المانحة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.